استمتعت وانا عم اسجل صوتي على السلسله الوثائقيه، لانه هي انا رجل مهتم بالطبيعه، وانا يعني دائما بتامل بالطبيعه وبحاول افهم اسرارها وبشوف يعني قدره الخالق عز وجل وبآياته في خلق الطبيعه ونظام الطبيعه وقانون الطبيعه وكيف الطبيعه تتجدد وكيف تبادل المصالح داخل كل مكونات، بين السماء والأرض، بين الشجر والحيوان والإنسان، وكيف الطبيعة دائما بتجدد نفسها. فهذا كان دائما موضوع أسير بالنسبة إلي. فلما سجلت صوتي على هذا الهجرات العظمى، هون صار دخلت في مرحلة التأمل، لأنه لازم شوف المادة واسمع التعليق بالإنجليزي وأقرأ التعليق بالعربي ونتحدث عنه. الطبيعة فيها أسرار إعجازية بديعة جدا. الفراشة، واحدة منهم كانت الفراشة. أن هناك فراشة تولد في البرازيل وتهاجر إلى كندا ثم تعود إلى البرازيل، من قارة لقارة. بس كيف تولد الفراشة في غابة في البرازيل، تهاجر شمالا، تقطع مسافة معينة، تقف، تتزاوج، تتوالد، ثم تموت. فالأولاد الجيل الثاني يتابع الرحلة باتجاه الشمال، باتجاه كندا، يقطع مسافة معينة، يقف، يتزاوج، يتوالد، ثم يموت. فالجيل الثالث والرابع وهكذا دواليك، يمكن الجيل 12 أو 15 هو الذي يصل إلى كندا، أيضا يتوالد ثم يموت. والجيل رقم 16 يبدأ رحلة العودة جنوبا إلى البرازيل، وعبر الطريق بنفس الأماكن، بنفس الغابات، بنفس البقعة الجغرافية، يقف، يتزاوج، يتوالد، ثم يموت. والجيل التالي يتابع الرحلة. وقد يكون الجيل الذي عاد إلى نفس الغابة هو الجيل رقم 25 أو الجيل رقم 30. فبيقول التعليق أنه ولا تستغرب أن الفراشة الحفيدة لرقم 30 بالتسلسل للجيل 30 عادت إلى نفس الغابة لتقف على نفس الشجرة، وربما على نفس الغصن الذي ولدت عليها جدتها الكبرى، اللي هو رقم تسلسل رقم 30 بين الجدات. الله الله. فيعني من الذي ألهمها؟ رب العالمين. لا إله إلا الله. هذه معجزات رب العالمين. لا تملك إلا تقول لا إله إلا الله. طبعا. وأيضا لا تملك إلا أن تتذكر بأنه رب العالمين قال إني جاعل في الأرض خليفة. الله. رب العالمين استخلفنا على هذه الأرض. لذلك أنا بإيماني واعتقادي أنه الاهتمام بالطبيعة واحترام البيئة هو جزء من المهمات اللي رب العالمين أوكلها للإنسان. ولازم أبدا الغلط تجاه الطبيعة وانتهاك الطبيعة، أنا باعتقادي هو اعتداء على سنن الخالق عز وجل. وأنا معك في ذلك. والمصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: إذا قامت الساعة قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. القيامة قائمة. فأنا لو غرستها ما هي الفائدة؟ يقول المصطفى فليغرسها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتظرك إن شاء الله.